غضب بين الشعب المصري العظيم وبين الشعب المغربي الشقيق. محمد الشيبي لابد من ترحيله فورا عن الأراضي المصرية لإثارة الفتن والمشاكل في الملاعب المصرية. النادي الأهلي، القلعة الرياضية العظيمة المحترمة اللي بتعرف تعمل الصح، واللي هي عمرها ما بتغلط في حد ولا بتتجاوز في حق حد، وأي حد داخل جدران النادي الأهلي بيغلط بيتحاسب فوري، عكس أندية أخرى وفي مقدمتها نادي بيراميدز اللي بيكافئ المخطئ بل بيشجع المخطئ، بل لدرجة إنك يعني إنك تلاقي لعيب لسه ما كتبش اسمه على المية، لسه ما كتبش اسمه على المية، بيتجاوز في حق النادي الأهلي وبيسب النادي الأهلي في وجود رئيس نادي بيراميدز اللي كان في يوم من الأيام بيهتف وبيشجع في النادي الأهلي. حلقة طويلة وحلقة كلها أسرار وأخبار مهمة جدا جدا يا صديقي العزيز. كل اللي أنا طالبه من حضرتك لايك للفيديو وشير علشان نوصل الحلقة دي لكل الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الفرد الصمد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. عشاء كرة وبس في كل مكان، أهلا بكم، يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين. نادي بيراميدز في المدرجات وجماهيره في المدرجات، لكن يا صديقي العزيز الفلوس بتغير النفوس والمناصب بتغير الناس. النهاردة لما يبقى في رئيس نادي تنفيذي لنادي بيراميدز بعد ما كان الراجل شغال سمسار وإداري وكلام بالشكل ده، بيشوف النادي إيه ده؟ جمهور النادي يتسبب لفظ خارج، يعاقب عليه القانون، لكن هتعمل ايه؟ هل ممدوح عيد هيعاقب اللي تجاوز في حق النادي الاهلي؟ هل هيعاقب على ما اسمع منه يعني واحد كده بسم الله ما شاء الله يعني بيعاتب زميلنا الاعلامي اللي بيقوم بشغله وبيصور وهكذا؟ تجاوزات رهيبة حدثت وأمور غير أخلاقية وغير طبيعية حدثت. ليه الأمور ديت؟ هو ده الفرق بين الناس اللي عندها مقاومات البطولة والنادي اللي عنده مقاومات الطموح، يعني الفلوس. يعني إيه؟ يعني عدم الفوز بالبطولة. اللي يبقى عاوز يفوز ببطولة يبقى عنده حاجة اسمها الإعداد النفسي والذهني للعيبة. أوعى تنسى إن قناتنا هنا وحلقتنا هنا مرارا وتكرارا وحذرنا وقلنا قبل ماتش بيراميدز الأولاني إن النادي الأهلي بيتم تأهيل حسين الشحات نفسيا عشان لو الشيبي هيلعب، الشيبي اللي مدربه معرفش يأهله وأبعده أول نص ساعة في المباراة الأولى، وصال وجال الحسين الشحات وعمل كل اللي هو عاوز ماشي، والنهاردة قال يا حسين خليك أنت يا ابني بعيد عنه، ده واد كده يعني شكله يعني بتاع مشاكل واحنا مش عاوزين مشاكل، خليك انت هناك يا ابني، خليك انت في الحتة التانية، العب على احمد توفيق وربنا يعينك عليه ويقويك يا ابني. ده الشيب جزار يا ابني، ده مش لعيب كورة، كريم حافظ يلعب عليه هو يعني تفتح شارع يا ابني، تقدر تعدي من الاتنين وتعمل اللي انت عايزه. لكن الفكرة ان الحقيقة ان اللي عمله محمد الشيب بعد المباراة أبشع من اللي قبل المباراة. اللي عملوا بعد المباراة، لو المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات طبقت القانون يتم إيقاف الشيبي فورا، يتم إيقافه فورا من سنتين لأربع سنين محليا ودوليا وكل حاجة ليه، لأنه تهرب وامتنع عن إن هو يعمل تحليل منشطات. والدكتور مصطفى المنيري دخل معهم، خد غيره. إيه اللي ياخد غيره؟ يعني إيه اللي ياخد غيره؟ هو من حقه يختار مين اللي يعني اللي هو عايز يختاره للتحليل؟
بتاع محمد عبد المنعم، مش فاكر التالت مين، وبياخد لانه مش هناك. الناس لازم تروح يعني تقوم بشغلها، ايه اللي خد غيره دي وايه الخناقه دي؟ والدكتور مصطفى المنير قيمه كبيره وراجل بتاع طب وراجل محترم، ايه اللي خد غيره؟ ما ينفعش، ما فيش يقول لك اصل راعي معنوياته ونفسيته، راعي ان انتم يعني شغلكم واكل عيشكم هم، ويعني ما عدهوش نفسيا كويس. تمام، علمه ازاي لما يجي يلعب مع الكبار يبقى شخص مسؤول، يبقى شخص مسؤول، يبقى شخص ما يتسببش في خسارة فرقته للمباراتين الاتنين، للمباراة التانية. اول حاجة النهاردة الكرة مقطوعة منه، اللي طحها مين؟ بلدياته رضا سليم، اللي يعني بيحز بحب واحترام الكرة المصرية وجماهير النادي الاهلي بمختلف اطيافها. ليه؟ لانه لاعب خلوق، وليد الكارتي لاعب خط وسط في نادي بيراميدز، بيحظى باحترام وتقدير من كل لاعب ومن كل موهبة، ومحترم وبيأدي بشكل رائع جدا وعمره ما عمل مشكلة. ولا لازم مشاكل والأزمات ما جاتش غير من محمد الشيب؟ للأسف الشديد عمل إشارة خارجة في الدقيقة 45 من الشوط الأول، الصور بتاعتها منتشر على السوشيال ميديا، لكن عمري ما هطلعها هنا أبدا أبدا. يعني عمل إشارة بإصبعه كده يعني، وعمل قبل كده وتجاوز أيضا بنفس الإشارة في مباراة سموحة، لكن لجنة الانضباط يبدو إنها معينة فقط لمعاقبة محمد عبد المنعم وكهربا لما يتعاقب، وجوزيه جوميز اللي اعتدى على الحكم بالدفع وكلنا شفناه، وعقوبة نبيل دونجا وشيكابالا اللي عملوا إشارات خارجة بالشكل ده، واتهام بالرشوة في نهاية كأس مصر رغم ان هم أبلغوا بإيقاف الثنائي مباراتين ولا بيعاقبوه. محمد الشيب اللي عاقبوه قدام سموح على ما فعله، جبت لكم هنا الفيديو، وريتكم الفيديو ولا النهاردة على هذه الإشارات ولا هذه السلوكيات؟ ماذا تنتظر من لجنة الانضباط ولا من اتحاد الكورة؟ تمام، اوعى تنتظر منهم أي حاجة، انتظر فقط من نادي واحد فقط في مصر هو اللي بيحافظ على انضباط المنظومة الرياضية، على انضباط المنظومة الرياضية، هو النادي الاهلي طبعا، ما فيش غيره، هو اللي مشرف مصر على المستوى الدولي وعلى المستوى العالمي وعلى المستوى الافريقي. وهنا هو النهاردة اللي اكبر يعني اكبر احمد حسام ميدو اللي كان بيقول لك ايه، لا يعني هلاعب الاهلي، قال لك بيراميدز، وقعد يشجع، قال لك لعيبه الاهلي لما بيشوفوا لعيبه بيراميدز رجلهم بتخبط، والمدام المحترمه زوجته الفاضله وهي اللي فوق راسنا قالت لك احنا على طول بنشجع بيراميدز لما بيلعب امام النادي الاهلي بنشجعه. بيراميدز لما يلعب الاهلي في الفكر كان موجود في الاستوديو التحليل، جاب ورا ب 180 درجه، تراجع عن كل اللي قاله، قال لك لعيبه الاهلي بتخاف. فين يا فين لعيبه الاهلي بتخاف؟ مين اللي طلع بيخاف يا ميدو؟ قال لك الاهلي يستحق الفوز عن جدارة واستحقاق، قال لك الاهلي كان الافضل فنيا، هو النادي الاهلي اللي عنده مقاومات البطولة، هو ده النادي الاهلي اللي عنده مدرب بيشتغل وبس، معاه جهاز معاهم في كل التخصصات بيشتغلوا وبيجتهدوا، كل واحد بيقوم بدوره، وانت فاهم ان ممكن في النادي الاهلي حد يغلط وما يتحاسبش. حسين الشحات لما غلط في محمد الشيبي قبل ما يروح بيته كانت العقوبة طالعة من الكابتن سيد عبد الحفيظ، وقبل عقوبة اتحاد الكرة بغرامة مالية نص مليون جنيه. ليه؟ اللي يلعب في الاهلي فيه التزام وفيه انضباط وروح رياضيه ولعب نظيف واحترام للمنافس، لكن يبدو كده ان محمد الشيبي مش قادر يتجاوز هذا الحادث، هو حادث صفعت من حسين الشحات اللي كلنا رفضناها وكلنا ادناها وكلنا غلطناها وكلنا قلنا ان حسين الشحات عمله غلط، لكن الظاهر كده ان الشيبي مش قادر ينسى، الظاهر كده ان الشيبي مش عايز يمشي من مصر غير هو واخد حقه بنفس الصفعه. يعني بعد ما دخل في حسين الشحات الدخله دي دخلت واحد رايح يبطل واحد كوره، مش دخلت كوره، لا دي دخلت يعني ناس بينسفوا من الارض وبيقطم رجله قطم، فده ما ينفعش في كره القدم المصريه، ولازم يكون في تدخل من اتحاد الكوره، ولازم يكون في تدخل من لجنه الانضباط، ولازم اللي غلط يتحاسب علشان ما نشجعش حد تاني ان هو يسيء للكرة المصرية ويسيء لاتحاد الكورة ولجنة الانضباط في الكرة المصرية. بشكرك انك كملت معايا الحلقة للنهاية، وقول لنا من وجهة نظرك هل تصرف الشيبي ده رد على تصرف حسين الشحات، ولا تصرف الشيبي تصرف غير اخلاقي؟ مستنى رأيكم في التعليقات، واستنونا ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.